سورة النساء وحيكون مقعاونتها يلفظ فربضا مردونا سورة النساء وحيالو إنك إكها الله إيسو أول كأوغو هوري أحكام تدمر كأيو إرثيقا يدحال كأيو أغومها إيو وحيالوين كافرها بدن بي أديكسن دونتا أبدأ هذه السورة سورة دنبان بلابان آياء أو سورة دي أفريد لو حصو مرنا سورة الفاتحة سورة بغرة سورة آل عمران سورة النساء سورة دي أفراد ويمرك أبدأ هذه السورة سورة دنبان بلابان آياء بسم الله مقع الله كب بلاباني عليه الرحمن نحريست عامهان نحريسان آياء أدون كهديل جوغي نحريستي سمسلم يا قلب اي قاريس عليه الرحيم نحريست خاصهان نحريسان آياء آخرى هديل قارو مؤمن ككلية نحريسان آياء أير وكان بالمؤمنين رحيماً إلهي يا مجيء سان سورة كوب الله بنايا يا أيها الناس ضدوا ورئتقوا كعب صدر ربكم ربينا الذي عليه يا خلقكم إن جاء أبوري من نفس النف واحدة أو كلئ وآدمه وخلق الله أبوري منها نفط حق هذا زوجها دمر كذا أو حواء أبو الله أبوره وبث الله وباهي وفرديي منهما حواء يا آدم حق الله رجالا كثيرا أو فربلا يا ونساء دمر كثيرا فربلا بو إلهي كباهي وروتق الله عليه نكياب الذي الله سو تساءلون أدسكو ويدسان يسين به الله مجعيسا وآلذهن هبلوا إلهي مجعيسا وحكوا ورسنا ياي والأرحام قرابضنا كعبصدا إن الله ألنا كان وحوا هذي عليكم إذن كدشينا رقيبا كي إلعالنا ياي الله سبحانه وتعالى سورة وحكو بالله نداء ندهنا وحاوية وعام إلا أن دوق مربو عام يهي مرنا خاص بالنقضاء مركا خاص كأو نقضى وحاوية كل كلا يرى هذا يا أيها الذين آمنوا مؤمن كلمة الله نواقايا وإلا تنوكل يا أيها الناس وعام بني آدم مالو جوغبا والله نواقايا ألا وحويرا وربني آدم والربقين كعفصدا أوامرت إلهي إلالية نواهيدا الله كدير هذا و إلهي قال الله ربا إن لغا عبصدا واكه و إلهي هل نفعها نغا أبوري و هشا نفتا وامحي و أبو البشر بني آدم كأبيه و آدم نبي الله آدم بو الله نغا أبوري سبحانه وتعالى الله مرك آدم وحو أبوري نفت آدم وحو أبوري لأن وحي أباها تيوحي وهي شتئيو نصل كوح لغد الله أو لغفر عمدا الله باها دي الله وحو يرى الله وحو أبوري زوجها دمر كيدا أو حاوة حاوة وحالغ أبوري آدم فارت اللي يرى هذا الضرعة فارها فاريرت اللي يرى هذا هالكاسو إلهي كساري سبحانه وتعالى حاوة هالكاسو الله كأبوري زوجها كلمة ذا اللي يراه ذو زوج هديلا ده الرجنة وكرد عانين كنا وكرد عا زوج هديلا ده دمر كنا وكرد عا لكن وحكة الفرقية أو زوجة تا دمر كتا ويا لي رجلا زوجة أداية وحأوجه الرجع المفرط كعلم رحل كأوجه الرجع إلا قل هذا علم فرط كلا ده فرديين تلو يقانو رحل كبعاء وأن دور آيات كأخرين دونه نحلك أسرع وكل فرقية صف الله جل كرتو دمرك وحيدة هن زوجته نكنا وحيدة هن زوج وإلا وحي أيك كهر يزوجنا ننا وكل عجري دمرنا وكل عياد نك يا ناقة ولا جوجان نكنا زوج والله نها دمر كنا زوج والله نها الله وحول يا حواء يا آدم حق هذا الله وحول كفر لي رجالا كثيرا ونساء كثيرا رك فربنا
يا دمر فربضا بو الله كفر لي سبحانه وتعالى وحن أدرك يسينا أدوك عمري يا جوج ابن آدم الرج يا دمر بوح تجي يا وح نال با فرع وأبهن آدم يا حواء لا يصف فرع مرك الله الله سان إذا يا لي إلا وضع النف حواء يا آدم إن جسوا فرع مسيا إذا كردم با إلا أن آدم وردم با بني آدم وردم با كلكم لآدم وآدم من تراب أنا كردم با أبهن آدم با كإيماني يا حواء أبهن آدمنا إلهي عروك أبوري معناها وحاصر أن إلهي نجا أبوري وآدم يا حواء فرع فرها بنك كياني الله سبحانه وتعالى وحوله والإلهي كعب صدا مد هذا كلا واحد كعب ستين واتقوا الله الذي تساءلون به إلهي أدمج عيسى وحسكوا ويدنا يسان إلهي كعب صدا وآدها يسان هبل وأسألك بالله إلهي بان وحكوا ورسنا ياي إلهي مج عيسى وحكوا ويدسنا ياي معناها إلهي جا مج عيسى أدوح سكوا ويدسنا يسان والإلهي جا أسجك كبقى مد كلا واحد كلا وكبقين والأرحام والرحم كيا قرابنا كبقى أيضنا إلا خطرت هذا إلى هذا هاي رحمك يا الله كريمك سبحانه وتعالى بلن بأود حيسه بلن تأود حيسه وحاكم ده ما أنت إلهي رحمك أو أبو راي يا وحي قبصت عرشك وحي ترى هذا مقام العائد بك من القديعة إله ماشي وماشي أن كاجم من جلائه إلا يجويه الله وحي سبحانه وتعالى صرع لكم تيد رحمي نن الله نك جوجينا إنا جويه نن الله نك حريرينا إنا حريرية سورالك متي نعم رالي بانك ايتري كلك ايدي الهي بلانتا سا او تالو قرابدا نيكي هلهيا الهي وو هلهيا او غويا قرابدا نيكي حريريانا الله وو حريريا سبحانه وتعالى ولهذا بحديث بخاري ومسلم اي سو سارين او صحيح يا نبي صلوات الله وسلامه عليه وعليه هي نيكي جعل ان ما ارتي عمرغيسا لو واسعيو عمرغا ان لو ايون سافي في عمرغيسا ان لو واسعيا او لو دبدغا نيكي جعل او رزقي سنة الله واسع يجعل قرابتها حريري لي نبي عليه الصلاة والسلام معناها ساسو كلويان والأرحام علماء المفسرين أما قرادة قرادة قار وحي أخريان واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام سيدا نوقرا الأرحام أولا قرنبه وحالو عطفي الله راسا يكو عطفانتهاي الله راسا لو عطفي قرادة قار وحي أخريان واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أو منك الله صنبا أول أرحام هذه لدى حقال لوعد في به ذا يا لوعد في الباء حرف جر هذا ضمير كحرف كجار كالوجري حرف جار إلى وحو قلنا والهوص دمائي مبني على الكسر في محل جر ويه هل كاسا لوعد في بيليهن تا ويكهر ما سيهن علماء فربضا سبب كوحيليهن شيء هذه شيء حرف جار لوصو جري لوعد فايو وإن حرف كجار كأساقها لسوء عليا أو حين قل الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وبالأرحام بعد السؤال لها به ذا ضميرك بعد اللقلية السؤال لها بإليين سنة أود هذا اللقات كعربي قاساء وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا يولي ابن مالكنا كل كهلا رحمة الله عليه وحولي أرنتها أيضا ولازم لازم ويا انا نقطه حرف كجارك لا سو عليا او وتقول الله الذي تساءلون به يا وبالارحام ان لا يرى هذا لازم وا لكن ابن مالك وحوليا اني اشعار فر بدن عربيات كان اركاه وليس عندي لازما اكتا اذا لازم كما اها سدنا كلا واي كو ايمان كرتا بوليه والارحام ان لا يرى ايضا حرف كجار ان لا سو علين سبب كان وحو دليشنايا فذهب فما بك والايام من جدل شعرك اها مسر عيسى دمكاسو دليشنايا هذا هو حين قطب السيدة هذا كوقرا والأرحام ذا اسكوضوا الله سبحانه وتعالى وحولي إن الله عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا إلهي وحوء هذا دشي نكي إلى عليه يا أيها الناس ضدوا ورئتقوا كعب صدا ربكم ربقين الذي عليه يو خلقكم إنك أبوري من نفس النف واحدة أكلي وآدم وخلق الله أبوري منها نفت حق هذا زوجها دمر كذا أو حواء أبو أبوري وبث الله وابا هي وفرئي منهما حاوي آدم حقوضا رجالا ركثيرا فربضا إيا ونساء دمر فربضا وروتق الله أليه نكيابا الذي أليه يو تساءلون أدسكو ويدين يسين به الله مقع عيسى هبلو إلهي با مقع عيسى وحكو ويدسنا يا والأرحام قرابضنا كعب صلاة أيضنا هقويننا إن الله ألنا كان وحوء هذا عليكم إذنك الدشين الرقيبا كي إلى ليو حفظيه
وأعطوا سيا اليتامى أقومها أموالهم مال كودا سيا ولا تتبدلوها بدلنا الخبيثة متك حنا روادلك من أموالكم مالكين كمدة بالطيب متك وناكسن من أموالهم أقوم تمال كودا كمدها أقوم بدلنا ولا تأكلوها عنينا أموالهم أقوم تمال كودا مضمونة حالة لوغو قبنايو إلى أموالكم مالكين إنه أقوم تمال كيدو لعنايو كان وحوء هذا هو كا حوبا دم كبيرا أو وين بلن الله سبحانه وتعالى وحوله يهي سبحانه جل في علا واتل يتامى ورأقون تمال كودا سيا قرمي الله سينا يا ربنا أقون تمال كودا هذا المال كودا قال يسود وهجا جسود وهجا سنتو قرمي المال كالوغو ريجينا يا كل الله كل كي أقون نمالا أي كبحان وشان يتوان يوحي ككرة أي جاران وليب امتحان لغا قادة عاوان أركي دوناي مركاسا مال كودا لغو ريجينو للي هيا مال كادة إيقا قبصو وكان معناها واد ويناتي معناها ساسو كلاوا لكن هذا أيكو أقوم أديب مالك معها وهذا واحد مودا آيادة إلا لي وآتو اليتامى أيساقو أقوم أقومها مالك وضاسية معناها أريتا معها علماء البلاغة كهلانو وحي رادان باعتبار ما كان إلي وحي هران أو أها أقوم نمده يالا معسرا يا ماهين لكن أقوم نمده كلكو كبح مالك أديب آيادة كهلانو وان أركي دونا الله سبحانه وتعالى وحوله ولا تتبدلوا الخبيث ورمتك حنا حولها هذا كمده بدنا يجيب النافك وناكسنا أيك إليه هنا أوجب بدلين ها أوجب بدلين معنا حوله هذا بعد قال إيسا أجان توا تبرد ريه وحاضر بتعمرك حوله هذا الساعة كل عنتا وحاضر هذا النف رواد الله عنا عن اللهين بعد هل عنا بدنا أيك إليه بعد أوجب بدش تنا أوجر يا بيا الله هاي تنا أنا قاطع يا الله هاي معناها أجان تمالك هذا حن كأ مالك هذا وناجب بدنا ها أوجب بدلين كده مدة أيضا الله سبحانه وتعالى وحوله ورعون تمالك هذا عننا إنك مالك إن أوجب بنا يسينا وتقول حدر يسينا وأقولك على يا الله ذهين الله وحوله يا مالك عون تطلع عنايو ودم بوين بدن حوبا كبيرا حوبا ودم بكبيرا وين واه عون تمالك هذا الله عنا وكبيرة من الكبائر دم بيالك وين بكمته هاي الله سبحانه وتعالى وحوله وأتوصية اليتامى أقومها أصغوا أقول لو ما ديبي باعتبار ما كان إليه وحي هران أو أهاب الله ملعسنا يا وإلا أقول لماذا كلكو كبحاوا أموالهم مال كودا سيا ولا تتبدلوها بدلنا الخبيثة متك حنة من أموالكم مالكين كمدة بالطيبة متك وناقة بضن من أموالهم مال كودا حالة وكمدة هي أقول بدلنا ولا تأكلوها عننا أموالهم أقول تمال كيدا مضمونة حالة أي تهيكي لود مايو إلى أموالكم مالكين أد أقول قبريسين إنه أقوم تمالك وضع العنايو كان وحوء هذا هو كأسك حوبا دم كبيرا أوين بضا الله وحوينا وإن خفتم هذا كعب ستان الله تقصدو قرصور إن أصو بنين في اليتامى قبلها أقومه ورفنك حوء قرصدا ما طاب وحي وناك وحي ما طاب وحي أطيب نقضي لكم إذنك وإني وناك سنادي أو من النساء دمرك مثلا لبق قرصدا وثلاثة سدح قرصدا والرباع أفر قرصدا فإن خفتم هذا عبستان ألا تعدلوا قرصور إذن الصوبين فواحدة مدو قرصدا أو ما شيء قرصدا ملكت أي ملك سأيمانكم مذكتين ذلك كاسا أدنى أدوان بلان ألا تعولوا جور إذن فلن معناها وآتوا سيا النساء الدمر كصدقاتهن مهركوا ذا سيا نحلة سيسمع فإن دمنا هذا أغطى ابن غضان لكم إذنك عن شيء شيء ومنه مهرك كمدة نفسا من نفس حق النفط هذا إذا قد من غلانه إذا سيان فكلوا عنه كأسية هنيئا حاله يهكين ليجهم بليينايو مريئا حاله يه عنها كصف عن أمرايو أو حلاله الله سبحانه وتعالى وحوله وإن خفتم الله تقصدوه في اليتامى أريت وحيك جواب يسا وقت الجاهلية وحيالو ينجر جري معناها وحي جري جري وحاكم دا يا ربنا نك هذه نمو أدار يه قبل أو كدنتا أما جبر أكد أنت مثلاً جبر أيضا هاي هذا حوله والدك لود يبوا حوله أيلا هذا هاي جبر هذا يقول حسنت هاي إلا وإن أدار كذا وجرسن جري إلا ولنا ولني من أسرع أقول حجة هدوجو هذه الصوت دون الله هاي أنك الصوت دون الله ها أماش أدار نو جوجين حكتك لا أي نجوجين أو أسرع كحكته إن أدار كجبر تجين كرا معنى هذا سو كراوة لكن أيضا سيدا أي تهاي بوحدنا مهر أقبانا عيا أيضا سيدا أي تو مهر دنا أقباني kolka wuu fiirinow gabadha haday qurux badan tahay xoolo fara badan ay leedahay asaga guursani kol allah haduu guursado hadana
sida gabdhaha eynaadkeeda meherka la siiyo ma siinaayo gabdhaha eynaadkeeda meherka la siiyo ma siinaayo gabdhaha eynaadkeeda sida loo maamulo loo masruufana uma masruufaayo macnaha gabar la haysto unbay noqoni taa waato mid kale ayadana waxaa way gabadha haday maal ay leedahay ay fool xun tahay ma guursanayo wu marmeerini wuxuu rabaa had iyo jeerba maalkeeda inuu ka qaato oo la wareega asaga ilaahay midba ka hor imaaday subhana wa taala oo uu ka hadlaya alla wuxuu leeyahay haddaad agoonta aad ma artay aad ka cabsatiin caadilnimo inaad u soo benin oo sidii la rabay gabdhaha eynaadkeeda in la mariyo iidan marinaynin war waxaad yeesheen dumar kale oo wax alla wixii idiin dhiib noqday kala raadsada oo guursada macnaha saasoo kale weeyaan aayadan tada waxay ka hadlaysaa wax la dhaha tacadudu zawjaat dumarka oo ma artay laba la guursado saddex la guursado oo afar la guursado yay ka hadlaysaa wax tacadud meesha waxaa laga qaadanayaa hormaritaanka mathna ilaahay hal mid ma sheegin marka hore mathna buu sheegay wa thulaatha buu sheegay wa rubaaca buu sheegay macnaha tirada ayada alle uu hormariyey oo marka dambena galaal uu fawaaxidatan ka sheegay waxaa weeye guurka waxaa asal u ah atacadud macnaha dumarka in la badiyo yaa asal u ah macna ayadana ka qaadanaynaa hormaritaankaasaan ka qaadanaynaa walihaadaaba waxaad ka garani nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaa walil asafi jadiid dadka maanta wuxuu ku darmaday kristiyaan ahaan baa la noqday sababka waxaa weeye kristaanka waxay leeyihiin ama ma guursanaynaa ama middoon unbaan daba taagnaanaynaa saaxiibo badanna waan yeelanaynaa sababka ay u leeyihiin ma guursanaynaa waa maxay qolada baadariyaalka waxay leeyihiin naaga ma qabaan laakiin meelo kale ay wax ka tuurtuurtaan sababta saa ay u noqonaayeen waa waxay leeyihiin waxaan leenahay nabiyullaahi ciisaan raacsannahayo nabiyullaahi ciisa ma guursanin macna oo sida ayad ahaydbu maartay uu yaa kor ilaahay ugu qaaday subxaana wa tacaala oo asal uu dhalay iyo nasal uu dhalay iyo farax ka tegay ma laha annakana ma guursanaynay leeyihin macnaha taa ayada hadday ay leeyihin ama ma ahe mid baan guursanaynaa hashoo keli baan ku akaanaynaa war adiga fiiri hadday ayaka meesha ay leeyihin waan raacsannahay annaka yaan raacsannahay soo nebi maxamed diintiisa ma raacsanin salawaatullaahi wasalaamu calayh nebi maxamed sunnadiisa maxay ahayd marka waa mufaakharatulislaam islaamka wuxuu ku faanaa had iyo jeerba inuu guurka la badiyo oo dhalmada la badiyo oo caruurta ay fara bataan waa islaamka ku faanaa faanka ayada waa maxay nebi maxamed baa wuxuu leeyahay tazawaju lwuluud alwuduud fa innii mukaahirun bikum ulumama yowma alqiyaama war gabdhaha dhalali guursada oo dhalmada badiya ummadaha hadhow niigu faani doonaa buu leeyahay nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayh nabiga sunnadiisaba hadday taa tahay aslu tacadud waxaa weeye aslu ziwaaj ziwaajka asalkiisa waa tacadud waay laba ka bilaaw saddex ka dhig afar ka dhig macnaha saasoo kale weeyaan calaa ayo xaasil xaaladda waa saasoo kale haddii diinta asalkeeda la raba alla wuxuu leeyahy fa in kaanad waaxidatan fa in khiftum anlaa tacdiluu haddaad haddaba ka cabsato garsoor inaad suubin karin garsoorka la suubin kara garsoorka la sheegaya waxaa waa macnaha xagga dhuuniga iyo xagga dharka la xirta iyo xagga ma artay muxuu ahaay cuntada iyo wax la jiscinta iyo wax la marinta iyo wax la xirta awooddeenna midda la sheegaya waa midda ayade wa ilaa alla kolkuu leeyah walan tastadiicuu an tacdiluu bayna annisaa macnaha ma karaysiin dumarka inaad u suubisiin ma artay muxuu ahaay inaad cadaalad u suubisiin ma karaysiin kolkii lagu leeyahay taa ayada waxaa weeye waa xagga cuntada iyo xagga kale waxa la dhaha maylul qalbiga ilaahay baa ku shaqale subxaana wa tacaala qalbiga ilaahay baa ku shaqale haddaad qabta laba bilcaamood qalbigaada ilaahay tu uu naxariis ugu rido subxaana wa tacaala oo uu jeclaado oo qalbiga xaggiisa maylul qalbiga allah ku shaqale alqalbu bayna asbucin min asbucayni min asaabici araxmaan yuqalibuhaa kayfa yashaa qalbiga ilaahay wuxuu ku jiraa farihiisa laba farood oo faraha alla ka mid eh ilaahay baa gedgedini subxaana wa tacaala tan buu jaceyl siin karaa uu jeclaysiin karaa tan buu xoogow maartay yuu qalbiga ka yar iili karaa taa waxaa la dhahaa maylul qalbi ilaahay kuguma dagaalaayo laakiin midda alla uu kugu dagaalay waa maxay haddaad dharkana aad u simi waysa dumarka cuntadana aad u simi waysa dumarka la jiifkana aad u simi waysa dumarka nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayh kolkuu dumarkiisa intaa uu u simay yaa wuxuu yidhi allaahuma haadaa qismii fii maa amlik ilaahayow waxaan aniga awooddeeda ay ahayd waatan waan u qaybiyey laakiin allow waxaan aniga awood aan ku lahayn ha igu dagaalin waa qalbiga ilaahay baa ku shaqale subxaana wa tacaala xagga jacaylka qalbiga allah ku shaqale taa iyada ma aha xaaladda alla subxaana wa tacaala wuxuu le war dumarka siiya meherkooda siiya nixlatan siisma dumarka meherka waa in la siiya waa amar xagga alla ka imaaday subxaana wa tacaala walihaadaaba xadiid uu soo saaraayo ibnu xibaan
يا النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعليه إن أفر الفراء عند الله ثلاثة ألا أكتيس سدح روح با يا أودا ببلان يا أودا بوين سدح له روح وحاكم دها نن أنتو إسلام قرسلي دانتو كلها كبتي ميركي ذو أدي ذي هدنا وأفر الفراء عند الله يوم القيامة دم بيالك ووي بيكجر تامال انت قيامة معناها كل كاد قرسين يسبوط عيادة إيا فرج عيادة سوكمان حلاشان المهركة كل هذا تكون حلاشة كل كاد فرائز داتر على أنيو كمسيني وأفر الفراء عند الله يوم القيامة هذا بجبر عيادة هيد مهركة كل كاد سيسدو مركة أسكمين ما هي وحيك ترمى أرتي انت لان كسية هو عن أذيقنا أما ما هي حوالات سيسيبة xoolihi aya ka baad batayn waad isla joogtiin xoolihi bay ku tiri qaar ho maartay maanta intan gala alla wuxuu leeyahay fakuluhu hani amriyan wa halal cunna cunihiina waliba maraaye hada idan xageeda uu ka imaaday wa alla subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay fa wa atusi alla wuxuu leeyahay fa in khiftum wa in khiftum hada ka cabsataan alla tuqsidu aadilma inana usoo beenin fil yataama gabdhaha agoomehe inta aad guursatiin idinka wali oo aha haddana maartay nimaherna oo idin qabanaayo hadaad guursateen xoolo ay qabaan daraadeed aad ku guursateen fankixu war hadaad caadilnimo idin usubin waa in qifto madal absataan allah tuqsidu garsoor idin usubineen fil yataama gabdhaha agoomehe war fankixu guursada maashay guursada taaba idin ini wada noqday oo aad jeceshihiin oo dib aad ku tihiin la kumidinka oo minan nisaa'i dumarka kamid ah masna laba guursada wa thulaasa saddex guursada wa rubaa'a afar guursada فإن خفتم هذا العبستان ألا تعدلوا قرصور إني نصوبين إن هذا كعبستان أو وح وح كلا وذي كلا بآبض هاين با لباب العام به هذا كلا وذي ويسا عذيقا أو مدن يا مدن أت كلا هيجو ويسا دومر عاد غبتا أما سدح بالعان أت كلا هيجو ويسا لباب وحراد وما بكلا بحين كرت سوما سيدا أوذي ذا ساسو كلا هذا هاي فواحدة المدو إسكاقا قابصو أما أو ما أها ما شيء قرصلا ملك هد أي ملك سأيمانكم مدكتين قلالا أقول تجدارنا adoomaha muslimka gaalada iyo muslimiinta kulka ay dagaalamaan adoomaha gacanta aad ku soo dhigtay macnaha waa adoontaadi waad isticmaali kartaa macnaha saaso kale gadaalan kaga hadli doona haddu alla yiraado dalika kaasa adna u dhawaan badan alla taculu jawr iyo inina suubinin iyo caadil cadaal xumad inina suubinin wa atusiya annisa adoomarka saduqatiina meherkooda siya nixlatan si isma fa in dibna haday u diib noqdaan lakum idinka عن شيء شيء هذا إذين فصحان ومنه مالك كمدة نفسا من نفس حق النفط هذا إني قدي ابن قذانه أي إذين فصحان فكلوا عنا هم مالك أسقها هنيئا حاله وياه كن اللي جوهم بليينا يو أتقوهم بلي سنة يسوا حلال مريئا حاله وياه كل عنا هسفي عن كوجو مرايو ولا تؤتوا هسيننا السفهاء قل هذا مبذرين تا مالك كل عياران أموالكم مالك إن هسيننا الله تي مالك أسو جعل الله الله أويا لي لكم إذنك قياما أموره نكتوسي معناها والورزقوهم كمصروفة فيها مالك قذيهيسة وكسوهم كأرد بحية وقولوا أردها لهم أيكا قولا أراه معروفا أولا يقانو الله سبحانه وتعالى قل سفيهين لدها ماشا لقاها الله إلا مالك وقيام واي سلا أود هذا مالك ونولش بني آدم كلف دبر كيسة نولش بني آدم كوحالف دبر أوه xoolaha ayaa la fadhabar oo bedduuni xoola lama noolaan kara wax noolaan kara malaha alla subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay warmaalka waa qiyaaman lil abdaan jirkiina baad ku joojinaysin maciishadiina iyo dhab u hagaajin maalka warmaalka asaga ahaan in haduu maal leeyahay mubadir uu noqdo xoolahi uu ku ciyaarayo oo ku dheelaya macna xoolaha waa xoolahiisi laakin uu ku dheeliyo khamrad uu ku bixino meelaha xunxun ayuu ku bixino xoolahi oo dhanba meelo xun buu ku bixinaya ilaahay maalkan wuxuu ugu talagalay meelo xun inaan lagu bixinin arinta ayada hadaad aragtiin dadkiin xigtada oo ruuxa maalka ka qabta kala wareega macna maalka asaga aha maalka kolkaad ka qabatiin maalkaadi ma aha doogow asaga xoolaha iska leh laakin waxa loo yeelay waa maxay waa mubadhirnimada innal mubadhirina kaanu ikhwana shaadin baan u tagi doonaa maalka in lagu ciyaaro ma aha alla wuxuu leeyahay maalka kolkaad ka qabatiin waxaad yeelaysiin war ka masruufa maalka ka faa'iide maalka faa'iido u dhali oo maarta u beecshare macnaha maalka fiihada waxa laga qaadanayaa waxa la wixii faa'iido ka imaaday ku masruuf asaga laakin raasumaalki yuusan dhumin maalka macnaha saasoo kale waa ka masruuf ka arad bixi waliba waa daqan dowdar ah waxa laga yaabaa dhalada inuu ku jabiye hadal fiican u dhe hadal fiican u dhe hadal adag ku dhihin war wax mubadir baa tahay safiih baa tahay iga kortag iyo badaa iska ilaali xoolihiisa baad haysaaye kelima la yeen oo wanaag badan oo ku qanci kara had iyo jeerba u dhaho arad bixiisana kasi masruufkiisana kasi mid waa mid
الله سبحانه وتعالى وحول يهي سبحانه جل في قاتوسي الله وحول ولا تؤتوها سينينا السفهاء دو فلاليالك حنحن كمالك كعياران أموالك مالك وذها أوديبنا التي مالك أسو جعل الله الله أويالي لكم إذنك قياما للأبدان قياما للمعيشة كما نولشين استاجيانو جركين استاجيانو وارزقوهم كمصروفة فيها حولها قدهودة رأس مالك داية وحل وحي فائدة أوكينا مصروف كالسيية وكسوهم كأرد بحية وقولوا وحدو تراهدين لهم أيكا قولا أراه معروفا أولا يقانو أولها معناها اللو حولي وابتلو والامتحان اليتامى أقومها امتحانا حتى إذا بلغوا هدي جاران النكاح بالغ نما يجور هدي جاران فإن أنستم هدات كؤجاتين منهم أيك حق الله رشدا هنون فدفعوا أديبا إليهم أيك حق الله أموالهم مالك الله أديبا ولا تأكلوها عرنا أيها الأولياء ذك أقونت مالك أدا غالينا يو ها أقونت مالك هذا عرنا إسرافا حد جذبها عرنا يو بدارا إذن كو كلدك دقيسين أيك برو أدونك أقونك إنه وين هذا معناه ومن كان نك أهالي غنيا تاجر فليستعففها كدور صونا هذا أقونت مالك هذا ومن كان نك أهالي فقيرا فقيرنا فليأكلها عنا أقونت مالك هذا بالمعروف وناكها كعنا فإذا دفعت مدادو دي بيسين إليهم أقونت حق هذا أموالهم ماليالك هذا فاشهدوا مرخاطييست عليهم أيك الدش هذا أهل الحل والعقد أجير وكفى بالله إلهي باكفلا حسيبا حسابنا الله أغفلا واه الله سبحانه وتعالى وحولي ياه ورهد بأقونت امتحانك قادة أقونك أساقها ووين هذا معنى شان يتبن بوغاريو أقونك وأقونك غاريو حتى إذا بلغوا النكاح ومحلول جودة أقولك وقت جور بهدو جارو أو جور كوام حي محكوب بلعب كرا وبيد دولية معناها عشان يتمسن هدو كبيد دولية أقولك ساس أو كلا واحد الله وحولي هدو ساء ونقطة امتحان كقاعدة هداد أركتين إنه حولي سحصلن كرا أنا وحولن كرا وياي وحدو دي بمثلا لبكون وشين بعدو دي وحالنا هاي كعسوق ما تبريسنا كصوقت باستنا كصوقت هلب خيلة أنا كصوقت حبونا برنا صوقت وحسكسو هجاجي وبالله كمبل أنت هذا هذا أنتوا صاق هذا وكل كوك أنا واتك حسابي سوق وحي جوجي بعد وقت هاي إلين لكن أنت هسوي هذا حوالي سد وكسو فريسية وحي كلامه أوير هذا واكر أو وانسوع لي أما أنت هسوي كسو ضبط درمته أوير هذا صحنا أي تاي وحال لي أنك الحوالي سوا وذا كرا وحجزنا كرا معنا وأنا سوق أنتوا تجوا حصوا جذا كرا وا الله سبحانه وتعالى وحوله أجان تهير كهدي جار تمالك هذا كوريجيا كوريجيا معنا أودي بمالك هذا الله وحول الله الله يدك أقانت مالك هذا هيو وحول يري ورا أقانت مالك هذا حد جذبها عوننا مدي هذا كلا أرانت أقانت مالك هذا عونن أذيقو إني وينادان إني أما يكبو وينادان له أو حوله إلا وريجان دك دك إن أتقول أنت الله مرة هذا دك جسنا يسمعناها الله هذا إنه جو وينادي أنتم ما لحقوا صاق هذا أقانت مالك هذا دك دك يعون معناها تأس كداية الله وحول يا حد بأقانت مالك هذا دك دك علينا يو الله بمد أم بين قاني ninka agoonta maalkeeda dhaqaaleynaya inuu yahay taajir asaga xoolo u leeyahay inuu faqir yahay oo agoonta maalkeeda uu xirxiran yahay haduu ka tagana agoonta maalkeeda ay kala lumaayeen see la yeelay marka alla wuxuu leeyahay ruuxa haduu taajir ba uu yahay oo xoolo uu qaba agoonta maalkeeda ka kaafto ma iska daaya quraan ayuu ka cunin qadana ayuu ka cunin cashana ayuu ka cunin subax ka dhaha hadaba ruuxa haduu faqir yahay wax kale uu haysanin agoonta haduu ka tagana xoolahooda ay la yacmanaayeen alla wuxuu leeyahay qadadana ka cunaa quraacdana ha ka cunaa maarta cashadana ha ka cunaa laakin had gudub baa la diidaaya macnaha saas oo kale weeyaan alla wuxuu leeyahay kol alla kolkaad agoonta maalka aad u ku wareejinaysiina marxaati gashada ayu hal muslimoon marxaati baa loo baahan yahay dad ahlul xal wal aqdi oo maskax laho duqow aho wax garanaayo ama cilmi la u yeerto oo waxa tiraahda agoonta maalkeed baan bari salaad rabaa inaan wareejiyo hal ii imaado معناها أقونت مالك هذا مرخاتي قشوك الكاد وريجينا يسو الله وحوله وكفى بالله عصيبا واحد وريجينا يسا هداد واحد ريبا طيئيا هدي كلابا إلهي با حسابك وغفلا معنا ساسو كلاوا الله سبحانه وتعالى وحوله وابتلوا امتحانا اليتامى أقومها حتى إذا بلغوا هدي جاران النكاح قور فإن أنستم دادكو أغاتين منهم أيك حقوا رشدا هنون يرغنما هدادكو أغاتين يمسكح
فادفعوا أديبا إليه ما يك حق هذا أموالهم مال كذا أديبا ولا تأكلوها عننا أيها الأولياء ها أجون تمال كذا إسرافا حد جذبها عننا وبدار دقدقناها عننا أن يكبروا مخافة أن يكبروا إنه كبوين على أجونك هذا هو كعب سنيسة ومن كان نك أهاري غنيا تاجر فليستعفف كذا أرسان على أجون تمال كذا حوره ساعنا ومن كان نك أهالي فقيرا فقيرنا فليأكلها كعنا بالمعروف وناك كعنا قرض قرض يقذذ ويؤبنا أنتهي فإذا دفعت مدادو دي بيسين إليه ما يك حق هذا أموالهم ماليال كوذانا فشدوا مرخاتي يستا فاشدوا مرخاتي يستا عليه ما يك دشوضا وكفى بالله إلهي باكو غفلا حسيبا حسابنا الله كو غفلا للرجال الرقة نصيب قيب كل يهي مما ترك وحي كتغين الوالدان اللي بدي والد يوال أغربون قرابضة وللنساء الضمر كان نصيب قيب كل يهين مما ترك وحي كتغين الوالدان اللي بدي والد يوال أغربون قرابضة مما كيب وح كل يهين قل يراضي منه مالك أما أومه كثر بناضي نصيب قيب كل يهين مفروضا لقدري بي كل يهين آيضا وحاوة waxay ma arte aasaas u tahay dhalka dhalka ay aasaas u tahay aayadahan dambe ay yusikumullahu iyo walakum nisfu iyo yastaftunaka fi nisa oo aayadana xawaashida ka hadli doonta du'a la yiraado oo suurada ay ku dhamaan doontana macnaha waxa tirada sida wax loo dhaxli lahaa bay ka hadleen laakin aayadan waa mujmal aasaas bay u tahay allah wuxuu kaga hadlay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay ragga wuxuu leeyahay qayb wixii labada waalid iyo qaraabada ay ka tageen qayb bay ku leeyihiin معناها قيبة كل قيبة تصير أي أحد لدورانا إلهي باكها لدورنا سبحانه وتعالى الله وحوله يهي الدمر كان وحل لبذا والد يقرابة أي كتغين قيبة كلين أما وحن أي دحلين هاي راضو أما هبنا هذا قيب إلهي أوقدري بي كلين معناه قيبة الله أوقدرينا وينو إيمان دونتا وعول كذا عاوة باكها لدورنا هدو ألا يرادو الله سبحانه وتعالى وحوله يهي للرجال الرقة نصيب قيبة كلين مما كي ترك أي كتغين الوالدان لبدا والد يا والأقربون قرابضة وللنساء دمر كنا نصيب قيب كل يهين مما ترك وحي كتغين الوالدان لبدا والد يا والأقربون قرابضة مما كيب كل يهين قل يراضي منهم مالك أما أومه كثرة بناضي نصيبا قيب كل يهين مفروضا حق الله لقد قدري أو سيد الله قدرينا ونو إيمان دونا هذا بوا إذا حضر هذا يسوع حاضران القسمة قيم أنت هذا يكسر قيب جلان أولو القربة ذات قرابة وصاحبي يوال يتامى أقوما هذا يكسر قيب جلان يوال مساكين ومساكين هذا يكسر قيب جلان فرزقوهم كمصروفة منهم مالك حقيسة وقولوا وحدو تراهدين لهم أيك قولا أراه معروفا ليقان أودها هذا با ماشي مالك اللي دحلاي دحلك بقلو تاغين علماء بقلسكوية العلم فرد كيقانين هذه الاسكوية ريماشي وحاسو استاغي ذات قرابة ama agooma soo tuurmadeen ama masaakiin kala imaatay seel yeelay mark seel yeelaya qaraabada waxa kamid ah maarte caruurtan abtiyaashood ba imaadeen wax dhaxle macna ama ninki dhintay abtigi ba imaadayba oo ka soo qayb galo caruurta yiri balaad fiirisid sida wax la yeelay ee dooyin ba imaadeen ayakana oo dhaxal ba aan ku lahayn oo meesha caruur ba meesha joogaana caruurtu ba xijaabi allah wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala arinta haday dhacdo xoolaha ayake la dhaxlaayo قبل القسمة وحير نوريك كجاب بحير دبعت مره وحير ترسبوتك كجاب بحير دبعت مره جورماوا سعد عرورتن حولها لنا دبعتي يا أركنة هذا الوناكسن أودها بولي رب سبحانه وتعالى هذا الوناكسن أودها أبتقى أبا إماتي إددا أبا إماتي كنا إماتي حولها إذن كأسكالة معناها ساسو كلام أرتكوانية لكن قبل القسمة حولوا ير إن لقصية أو ترسبوتك لجاب بحير دتك قرابة دبعت مرها الله سبحانه وتعالى وحولي وإذا حضر هذا يسوع حاضران القسمة قيمته أولو الغربة قرابة ضد صاحبه هذا يكسر قيب جلان يوال يتامى أقوم هذا يكسر قيب جلان يوال مساكين مساكين هذا يكسر قيب جلان وقسمة التركة دمارت قيمته حول حوله لقيبنا هذا يكسر قيب جلان الله وحولي فرزقوهم كمصروفة منه كأسجى كمصروفة معناها أو كسي شيء من هذه التركة حولها أيك اللقيبين أيو مارت حجوا مارت أو حياة معناها الله وحوله وقولوا أودها لهم أيكنا قولا قول معروفا وليقان معناها قولا معروفا تلا بشيء بويكون عكرتها دت كائن هذا إن أترى هذا والإلهي بوح قيبيه حولها أجان تبع إسكاله
dadki lahaaba loo qaybinayaay haday iska samra maarta walaalkiina uu dhintay hadaatiin arurta eedadood hadaatiin ama abtiga hadaatay wiilkaad abtiga ahayd uu geeriyooday hal iska samra inaad tiraahdo oo hadal wanaagsan ayaki aad u tiraahdo ama maaha agoontan xoolaha aad laga leeyahay wax yar ha laga ququudiya dadka qaraabada imaaday iyo masaakiinta hadal wanaagsan in loo dhaha labaduba hadalka uu ku dhici karaa الله سبحانه وتعالى وحوليا وليخشاها كعب صدان الذين كبي لو تركوا هديك تقيل هايين من خلفهم أيك قلاشوضا ذرية عرور ضعافا أو تبردرا خافوا أعب صدان لهايين عليهم أيك دوشوضا عرور تكلنا هاو أعب صدان فليتقوا الله ورى الله كيابا وليقولوا حت وليقولوا ها أرتان فليتقوا الله الله كيابان وليقولوا هدهان قولا أراه سديدا أو وناك بدن ها أرتان معناها وحاوية آياتنا هذا أديك عرور تعالى هذا أقوام النقلان ما تسومد والبهارتين نعم وادو البهار الهيدوا أقوم تعالى ساد أقوى البهار الهيد أقوم تمسلمين تنا أقوى البهار معنا حالة وزاس وكله أقوم تعالى ساد أقوى عبسان الهيد إني أقوم موبان وأد أقوى البهار الهيد أقوم تمسلمين تنا كوب عس وكله كتير معنا عرور تعالى هذا وفائدة النقل faa'ido day u noqonaysa waa maxay ya rabbana agoonta muslimiinta nin dhaqaalaya hadaa tahay oo wanaag badan oo ka walbahaara hadaa tahay caruurta la kolkay dhintaan ninka ka hor imaada wariya ina ayaa tahay ina hebel baana oo ninka wanaagsanaayo agoomaha dhaqaaleynaya soomaa salaaxiyadka iyo wanaaga caruurtaada wax u tari doonta caruurtaada hadhow wax dhaqaalaya ilaahay u bixin subhana wa taala walahaada baa waxaa la dhahaa salaaxiyatul maarta salaaxiyatul waalid waalidka wanaagiisa tufidul amna caruurta ka faa'ideystaan ilmaha ka faa'ideystaan macna nin wanaagsan hadaad ahay kulkaad adduunka joogtay oo muslimiinta wax la qabto oo agoomaha dhaqaalaya hadaad ahay hadhow kulkaad dhimata caruurtaada ayadana wax dhaqaalaya lama waaynaayo nin walbaba wuu danqisan ninkii hebel lahaa soomaa hadaad nin xun ahaydo dawd daroho ilaahay aan ka cabsanaynino waxba aan u aabayeelayn hadaad ahayna caruurtaada kulkay dadka hor imaadaan ka edahay ina hebel yaahu warsookii jinniga ahaa ma aha sidan oo kale la leeyahay macnaha waxaan ka garan doonaa hadduu alle suuratul kahfi baan ugu tegi doonaa yaan ugu tegi doonaa ninkii la oran jiray nabiyullaahi qadir oo le maartay muxuu ahaa jidaarkan aan dhisaayo maartay ninbaa yaa caruurtii uu dhalay oo agoomee kanzi u geliyay macnaha hadduu kaga fariistana maartay meesha ayada ahay tabar ay kula soo baxaan ma laha macnaha wakaana abuuhumaa saalixan fa araada rabbuka an yabluqa ashuddahumaa wayastakrijaa kanzahumaa raxmatan min rabbika aan arki doonaa hadduu alla yidhaah halkaasaa waxaa laga qaadanaya waalidka wanaaggiisa inay caruurta ka faa'idaysan doonaan weliga adiga wanaagsanow ilmahaada hadhow faa'idaha u noqote xaaladda saasoo kale waa alla wuxuu le walyakshahaa cabsadaan alladiina kubi low tarakuu hadday ka tagaan min khalfihim gadaashooda hadday ka tegi lahaayeen duriyatan caruur dacaafan oo tabar daran khaafuu uu cabsan lahaayeen calayhim ayaka dushooda agoomaha kale muslimiintana ha u murugoodaan oo ha u cabsadaan war falyataqullah allaha ka yaabaan walyaquuluu ha ortaan qowlan oraah sadiidan oo wanaag badan ina alladiina kubi yaakuluuna cunaayeen أموال اليتامى أغونت مال كذا عنايين ظلما ظلمنا أعنايين إنما يأكلون ويعنايين في بدونهم على شهد قده هذا نارا دبي عنايين وقلناي وسيصلون وينقل دونا سعيرا نارا مسعرا نار لكل ليه يقل دونا اللو حولي سبحانه وتعالى كوبا أغونت مال كذا عنان ظلمنا أعنان لأن وحن صامرنا فليأكل بالمعروف معروف كا روح دو فقير يهي حولهنا أقولوغا حيران يهي إنو قرعة يكعوني كرا وان صامرناي هذا بكان ظلم بو أعوني اللو حولي نكا ظلم مالك أعوناي علاشة وحو قلنا يا ناروا يا ربنا وحي سويدين لا علاشة كلكو عنتظا أغانت مالك أعوناي ومعاي علاشة نقلي الكمدرين ما يوو قبنا يا لمالها محلولة يا هي مركا النار بو علاشة قلنايا macnaha waxa way tan oo kale culamaa ul baraaqada ka hadlaana waxay yiraahdaan bi'tibaari ma yaulu ilay macnaha aakhirka dambashayga wuxuu noqon doonaa la tilmaamaya yalla malicsaday macna ilaa waxan caloosha uu gelinaya aakhirka dambanaar buu noqon doonaa macnaha waxa aakhirka dambe uu noqon laha ya ilaah subhanahu wa ta'ala maasha uu ku tilmaamaya bi'tibaari ma yaulu ilay laakin marka uu cunaya may marka uu cunaya wax daba uu dareemaya malaha
الله حلو ونجبن دورا إن الذين كبي يأكلون عنايين أموال اليتامى أجان تمال كذا ظلما ظلم عنايين إنما يأكلون وعنايين في بدونهم على شهد جذه هذا نارا دب عنايين دب يجلنايين معناها وسيصلون ويجل دونان نارا نار سعيرا أكله البلن يوصيكم الله إلهي وحيدين دردار مايا في أولادكم عرورتين جذه هذا للذكر متكلب مثل حظ الأنثيين لبعض قبلها أها نصيب كأي قاضن لهايين يهل كنكها قاضن فإن كنا هدايا هذا وحميت كأوكدن تاي نساء دمر فوق اثنتين لبا يا وحي كبلن نكا وادن تاي وحو كتغي وا لبا قبلود اما سدح قبلود الا 12 قبلود ويل وحلا دها مالها فلهن قبلها وحي ليهن ثلثا ما تركا حوله سدح ميلود نتي لو قيبيا يا لبا ميلود ايكا لسين يا لو سي قيبيني هش ماشا اهينا معناها رج أولى أبا قارن دونا وإن كانت هدايا هاتي واحدة وحميك وكتجي حال جبر هدايا نقطينا فأويل آن لهين فلها وحيلة هاي النصف النصف بيقارني حوله اللب مالات مال بيقارني معناها ولأبويه وح واحد حلاينا ولبد والد معناها ولأبويه لبد والدنا لكل واحد كل أركبه وحولي هاي ومنهما لبد والد كمدة السدوس اللحمة لود مال بولاية هاي مما ترك وحميك وكتغي وإن كان هدوء هذا له ميت كدنتي ولد هدو فرع كتغي فرع فرع هدو كتغي أود علي أو ويل إيا ويل كاوحو صيد علي إيا وحيالوين كهدي جيران مما كي ولأبويه لبدي والد لكل واحد كل أركبة منهما لبضو ذكمد حوله ميت وكتغي وحو كلاية هاي السدوس اللحمة لود مال مما ترك وحو ميت كتغي وقرمي واي إن كان هدوء هذا له ميت كادنتي ولد فرع ويل إياه أما قبر هذا كجوغان أما قبر هذا كجوغتا أما ويل وكجوغا أما ويل كاوحو سيد علي ويل كاوحو سيد علي فرع هدو ساء وجوغا هدو يهي واي فإن لم يكن هدوء هان له ميت ولد ويل هدو سردالين ووح فرع لدهاب وكتغين وورثه وحد نحلنا أبواه لبدي سوالد أيهين فلأمه هو يذا وحيلا ذاهي الثلث سدح ميلون ميل بيلا ذاهي فإن كان هدوه هذا له ميتك إخوة ولا لتعددان هدولي يهينا فلأمه هو يذا وحيلا ذاهي السدوس اللح ميلون ميل انت كلا أبها إسكاله قرميوا من بعد وصية داردارا قداشي يوصي لداردار مي بها أيضا أما أو ما ها دين بعد انقضاء دين دين انت ميتك لقى قدي حولها يالا قيبنا يا أباؤكم أبيالكينا يا وأمناؤكم عرورتينا لا تدرون مؤذين دلو أيهم كاذي أقرب أدو لكم إذنك نفعا حق فائدة ذا فريدة فرد واي ومن الله ألا حق يسكاء هذا إن الله ألانا كان وحوه هذا عليما ألا علم بل حكيما ألا فلسوبا ماشا نحن كبالعبين علم قال لها علم فرد كا وعلم سي مستقل الله برتوى علم فرد كان وحو كميد يهي وحالة ده هو نصف العلم علم نسكي سوى علم فرد وعلم نحلك سبب كوو نغضينا وامحا يا ربنا علم كلا وحو كهلا يا الدونك إيا سيدة معاملاتك إيا وحيالوينك إلهي لقع الصدق إيا وحيالوينك بوكه الله حق الدنيا ذو كشغلية وإلا علم نحلك سوماها ميكا وحو كتغي يا مساعد من وحولك تغوح يرميها كلك هو نصف العلم وا. ولهذا با علم قال الله علم دخلك وحال يرا دا اخر الزمن كل كي لا غارو وا لا قادا دولكا وحي قانبا لما با اركي دونا با علم دخل او وخ دخل سينايو سدا لو باب او بابي دونا معنى مركاسا دا جاهلينو وخبا ان غيرين با اسكغا تمانايين دخلكا حالدا وا ساسوكا دخلكا انتا ولي ان غودا جيلين انتا ولي ان دخلكا لا غودا جيلين وحال ربا ان لا مريا ميدكا خوليهيسا سدخ قيبود سدخ مراحل بو سو مري مرحله كوباد وحا وا وحلا ده مؤنة تجهيز الميت ميت هادو جيريودا كفن كحوله سالجة قدي هادو واحد مسلم صاق ذا بعين الجرين لكن سومالا ده هادو حوله سال لما سقى بنكر نتا نبى أرضي أسرع بصاق ذا كفن كفن كحوله سالجة قدي كرا قبر كحوله سالجة قدي قبر أحد العقل جو قدايو العقل وياي حوله سالجة بحين كرا معناها الله مرة حلا يحولها وحول أجانه هل الداية ما تعلو gaari da meedka lagu qaadaayo haduu kara yahayna waxa la xoolihiisa laga bixin kara dadka dhaqi haday lacag qaataana ayakana waxa laga bixin kara xoolihiisa dadka amaartay qabriga gelinaya haday lacag qaataana xoolihiisa laga bixin kara inta waxa la dhahaa mu'natu tajhizil majid baa la dhahaa
مؤنة تجهيز الميت يلا دها وإلا أنت أنا وحى كأهين حولها سكر الله وصي تصرف كرملها مرحلة ذا واكو مرحلة ذا لبعض وحاول يدينها إن لقى جودة ميت دينت إن لقى جودة معنا دينت مرك إن لقى جودة ولازم أنت أولي دحل آن لجارين دينت إن لقى جودة وا دينت يا لقى جودة يا حوريس يا لقى جودة معناها لما أرانا يو وحول أجانا أدينا ملها سبب كوحاوى دينت مرك لبا قيباد بين قاني لبا قيباد إن لبحنا يا علماء واسكو وافقسين دين إلهي وكل يا هي ميتك يا دين بني آدم وكل يا هي دينت الله وكل يا هو ما هي حجك أسوى وقاريب وحجم وياي يحجم ويا معناها وونا دينت هذانا ودين الله وكل يا هي وا زكدي بو بحيننا حوله زكدي والقول يا هي ودين الله وكل يا هي وا دينت بني آدم كانوا واتجرنا يسايا ودينها عادي labada deynood marka yaa la hormarin bay culimada isku khilaafsan tahay maaheen labaduba in la bixin isku ma khilaafsano in la bixin aya isku ma khilaafsano macnaha qolada qaar waxay leeyeen waxa la hormarin deynta bani aadamka la hormarin deynta bani aadamka la hor sababka waa maxay midan ilaahay inuu saamaxa laga yaaba laakin bani aadamka tiisa waxay ku saleysan tahay isqaqabsiga iyo ku saleysan tahay tan bani aadamka la hormarin bay leeyeen qolada qaar waxay leeyeen may deynta ilaahay la hormarin سبك وحاوي فدين الله أن يقضى دينت إلهي بكو حقنا مبادن إلا قد سبحانه وتعالى دينت الله الله هرمريني تاوى مرحلة الله بعدها مرحلة السدحات وحاوي تنفيذ الوصية ورميت كلك إنت على صبحية يا وحالي لي ميتك مدر دارمي مدر دارمي ميتك دردار شرعي وافق سن مدر دارمي نعم وحوي روا حوله يجا ما أرتي سدح ميلود كل كل لودجا ما أفر ميلود لودجا ميل با ما أرتي هاللي ما أرتي هاللي مشروع إسلامي هاللي يقدسه أما ما هي مال بو دردار ما معنى وشرع الإسلام كون صومرنا دردارا كسورة بقرة كون صومرنا معناها دردارا كأسج إلا في قصب ويا أيضنا وأنت ولد حلك إلا جودة جل سد حلا قيبات كل كي تجان كذا ما دحلك ونقون كره كذا ما دحلك ونقون كره معناها دحلك وا دحلك مركا جودة جل مرك دحلك وحاوا فقرة أبوها الرئيس الله وحولا يهي لذكر مثل حظ الأنصيين ومعناها أولاد جودة دوا معنن بعد انتي أما هو يعد متي ama nin baad intay be misalan soo qaadan ninka wuxuu ka tagay wiil iyo gabar buu ka tagay wiil iyo gabar buu ka tagay macnaha wiil iyo gabar kulku ama ma aha wuxuu ka tagay laba gabdhood buu ka tagay iyo wiil buu ka tagay saddex buu ka tagay macna labada gabdhood marka qaybti ay heli lahaayeen labadoodo isku jiraan iyo wiilka qaadan labada gabdhood qaybti ay qaadan lahaayeen iyo wiilka qaadan wa meelaha qolada gaalada ay dhahan gabdhaha diinta xornimada ay ka qaaday bilcaantana dhalka way ku yareysay ragina dhalka way u badisay taa waxa way cadaaladaas waxba kama fahmayeen sababka waxa way gabdhahan xubu tamalluq umba xoolaha loo siin maaheen wayba kama armaanba sababta xubu tamalluq waalidkoodi baa dhintay waxba laga qadinaynin maaheen misalana da soo qaato gabadha waalidki waxay ka heshay 10 kun bay ka heshay ama 100 kun bay ka heshay bay iska badaba wiilkana wuxuu helay 200 kun buu meesha ka helay ilaa la dhakare mithlu hadh al-unthayayn baa la rabaa labada gabdho dheeftay qaadan lahayeen halka wiilka inuu qaata la rabaa haday ka heshay 100 kun bangi baa iska dhigato bari nin baa aroosay ninka asaga habay dambiisha ku daba qaadan lacagteedana way u taala hada ogow lacagteedana way u taala meher bay hadana qaadan oo meherki bay hadana account si dhigan ayadana nin baa dahab u gadgad iyo waka xoolo kale bay leedahayba lacagtana way u taala ninkana waxa laga yaabaa 200 kun islaan inuu ku dhistaa laga rabaa waa koow qaraanka inuu bixiyaa la rabaa waa saddex wax alla wixii masaakiin oo u imaatay ehel baa u imaanay inuu qoodiya laga rabaa waxaas isku mid noqon kara marka diinteena cadaaladeeda xadda qaaya lil cadaala diinteena waxay ka gaartay macnaha arimaha kolkii laftoobi waa cadaalad cad waa gaaladana waxay leeyihiin bilcaanta ma artay awooda laga qaado xurrimaan ku soo celinaynaayo xoolihi baan u sameeynaayo ilaahay cadaalada wax ka yaqaan miya jira subhana wa taala macnaha xubu tamalluga loo siinayaa way ka ninka ka dhibaato badan alla subhana wa taala wuxuu leeyahay hadaba taa waxa way lida kare mithlu hadhil nusayn mid kale waxa waa gabdhihi ninka wuxuu dhalay gabdha fara badan buu ka tagay ama laba ama saddex ama afar ila taban ba gaarsi hadal rabta badiba waas laba iyo wixii ka sii ka sareeya waa yuu ka tagay wax wiil la dhahay kama ba tagay ninka asaga ahaa seele yeele macna xoolihi waxaad ka dhigay saddex meelood oo isleeg saddex meelood oo isleeg baad ka dhigay saddex meelood oo isleeg halkaad ka dhigtaa laba meelood baad ka gooyna waxaad leedahay gabdhaha hale meesha kala sooma hata adeer haduu joogo oo casaba niman u galaaya adeerka qaadani nin alla ninka casaba u galaaya iskale
نن الله نك عصبة وقلا يا إسكال فلأولى رجل ذكر وامتك أولي النبي صلى الله وسلامه عليه معنى أساسه وكلا ويان لبعض القيبات بعد مركب قبله لبعض القيبات عن حولها كسوق عادي إلا سد حدلال بعد كده يكتئ لبعض صوب حس لبعض أسد أيك أسي كلا قيبين مرك يادو كلا قيبين ودفاي دفاي ساسا الله رهاي ما يشاك قبح الله سبحانه وتعالى وحولي نك وحوكتك هالقبر هالقبر بوكتك عشو قبر كلي ويل آن لهاي ماشي وحاجة هالقبر إياه يا يا مارتي نكى أسرعها ولا ليه بجوعانه أيضا عذروه هالش قبرنا هاي دسمة بدي معي وحاله يا حوله لما ملاط بيا لقى دقي مال بقبر اللسين ماشي كلا صوما دتك عصبة ضوء بقاعدنا عذرك عذرها يو حساس كقاعدنا معنا أساسه كلا ويا هذا ما ماشي وحوي وعرورتي ماشي كلا وحوي ونبع دنتي وحاج جوعان لبدي سوالد لبدي سوالد بجوعان أما لبده والد وام حي هو يدي بعجوك تام أبيه لبده واجوكان هجوكان هذا نه نك وحوك تجاي فرع ويل أسرع أود على جوجو جبر أسرع أود على جوجو ويل كوحوك سيد على جوجو فرع وارثة ماشي جوجو سيل جيلي حاله وحالك دقي لحمة رادمال كل كلا قد دقي هو يدنا مال بيلان هاي أباهنا مال بولي أنت كلا يا أسكال عرورتا أسكال عرورتا أسكال عرورتا الله قيبني أم حلاقو قيبين اللي ذكر مثل حظ الأنثيين بلاقو قيبين تي هذا عصامر نيوه تاك جبه حتى ما ميت كان تي لبعد والدنا ويجوجان وح وكتري ملها فرع وارثة كمتجينا وسكنا وو قبل ما يبقى وح وكتري بملها حولنا وورها لبعد والدنا ويجوجان وح ولا رأه تعددي أو إلا الله يكبرنا مجوجان أو ولا ليه سيل يالي وحال يالي سدح ميلاد بلقد دقيقة مال هو يدا إسكاله لبضا ميلودا كلنا أباها قاضن وعدالة الدين تيدا فير لبضا ميلودا كلنا أباها قاضني وحاجوغا مركا ميت كدنتي عرور كمو تقين لكن وحاجوغا لبا ولال يكبلن با جوغا أبيه يهو يدنا وي جوغا سيلا ييلي حوليه اللح ميلود با لقدق ميل با هو يدا لسيني شانتا كلنا أباها إسكاله عرور ولاليه وحوم مهلايين أقو لكن محيالين هو يدو حولها كنسقابيين وحاله ده مركا حبر ولد ويسي ولد كي ويسي ولا لا تعددي ويسي ثلث لا ويلعتي واف سوماليغا حبر ولد ويسي ولد كي ويسي ولا لا تعددي ويسي ثلث لا ويلعتي واتي اي دي جيرين علم فقهي كلكي اخرين جيرين او علم المفرد كلا اخرين جيرين معناه هويدو هداي كور اي فرع وارث اوسن جوجين مي كدنت فرع وارث او كجوجين أما ما هي ولا لما يوحي كبدًا أوسى جوجين ثلث بيلاه ذا هاي هذا ولا ربنا أي جوجان سدس بيلاه ذا هاي أيك أنا حوله وحبه كم هلايين هو يدون حوله ويكيريين أبه أنا وحبه أمد مايين أقو أبه أنتو جوج ولا الوحبه مهلايو وأبه أنتو جوج ولا الوحبه مهلايو سنا أوده حوله إنه هو يدون ويكيريين أبه أن حوله أبديين معناها وحاله يرى هذا ما أرت ولا لها تعددين جاءوا لضر الأم هو يدا نبكى ذا يؤي مع ذا المهارة وحفاي دو ماشي اي كهلايين مالها معناها ساسو كلاوا مساله دعواتا مد كلام الله سبحانه وتعالى وحليه من بعد وصيه يوصي معناها المفرد كوا شيء اسك سهل وبسيط روح ادود مع انه برتو وبران كرا اد بو سهلن ياه ولي بدك حسابها يقانا حسابها دك غرانايو دك حسابها يقان اقاني بي دبي ما هين معناها وا اسك بسيط وا هذا هدي لو دها مثلا محو هاي هذيل مثلاً سيدا حد السبب نزول كوها كما هالينه سيدا آيات السبب نزول كذا هاي نبعد نتاي وحوكته جي إسلام يا وحوكته جي لبقة برود إسلام تيسي يا لبقة برود يا وحوكته جي مثلاً وحوكته جي ويل يوكته جي إسلام تأيضا هاي وأنا أكيد أن دمر كنيك هذا وحي كل حلان هذا عرور كتجا ثم وحلا ده هي قاتان ثم وحلا ده عشر كأن عوض ما نوقف باللابن دهنا ثم بيقاتان حوله تاجو جسوم بالله ده كل كان حساب توه آد وقاتو يا دفاي ايت بعده وحي أصاب حاد أيضا سين وحي كلا صاهر يصوما قبله صلا ما هين ويل كنا محوها هل صوما هين وحلا ده هي ويل كواحد كديك لبقة برود بعد كديك لبقة برود نويكو جوجين موقتاي لبقة برود كل كات كديك تا سو أفر قبرود ماشي منه قناعين حوله واحد يادو قيبين هذا أفر تبع ديفاي فو بعد ذا هاي لبادي قبرود ويل كأكدة جناي قيس قيب تود أنت عندك كدر تاد ويل كسين ويل كسيني
قبله كلانا مدمد بيلي وهو عايز كفضوض ويوحن وحن واحد سي وحيسا معها معنا أساسه كلا ويان وحن أقول نبضن علم الدحالكة علم الدحالكة وح أقول نبضن وحاوي وح لا يرى هذا الخنث المشكل هي مناسخة مسألة لا لها خنث المشكل كوام معي معناها وحاوي ينن بعد نتاي هذول نتاي وحكتي ويل iyo ku kala wuxuu ka tagay labeebe lama kala garanaya labeebku ma gabar baa ma wiil baa wax kala garanaya malaha wax kala garanaya malaha ilaa wax yaalooyin calaamooyin lagu kala garta jiraan calaamooyinka lagu kala garta waxa kamid ah hadaan xagga socodka dumar uu eekaado xagga la socodka dumar uu xagga la socodka dumar uu bato waxa la leeyahay khunsaan xagga bilcaan buu xigaa xagga dumar uu xigaa baa la leeyahay waa mid hadii xagga ragga socodkiisa xagga ragga uu eegayay حاجة رجعنا لصعود كأوبرتو إلى واحد الله قترين كنا مرها وحال لا يا مركب وحوجها حاجة رجوا حجابا لليها كا أسرع مشكل معها كا ولا كلا جراني لكن كان مال مال لو قترين كنا مرها سيليا المرك قبر هذا دي لها قبر نما لودا حلسين لها هذا دوين ليه لا دوين لما لودا حلسين لها خنص المشكل بعد مشكلة واحد معناها وخنص إشكال قال ومسأيش أو إنكارن مسأيش أو إنكارن waxa kale ay kan ay aad u qoraan hadda aadba looga ma shaqeeyo masaa'ishaasi wax la dhahaa maartay mas'alatul malfuf wax la dhahaa oo kitaabaha ay qoraan mas'alatul malfuf ma hadaat raadi samaanta waxa laga yaabaa kitaabaha mutawalaadka dhadheer ee fiqiga inaad ka dhaxay samaayeen si loo helo dib waa mas'alatul malfuf kan waxa ila imaam zarkashi rahmatullahi alayh ya waxyaalooyinka uu dhaxalsiyay ya kamid qariib way waa mas'ala qariiba waa مسألة غريبة ويان وحيلة يهين ميت بعد كسر دعم الفوف وواحد الضوبان وا ميت بعد كسر دعدي ميت كأذو كرت عن حوران وعليا هي ميت كسرها إسلام بقى ما طيع عنق بي ولا طيع وحيت الوانين كي جوا أيضا ماشي اللي تاجن يه وحاي ما ذي هذا أنا نبى ما ذا وناك تيد وير سهل يلي أنت اللي جين ومسألة الملفوف وحي وعطي مركة إن لفيريا حالة بل آجا حالة هذه اللي جل لفيريا يبع عورد يسلا فيري wixii bilcaanta lagaga shaqaysanayna uu qaba wixii naag ahaan ahaana uu qaba mas'alatu almalfuf wa mas'alatu inkaran wa kolka taa ayada hadda waxaan u maleeyin dhicitaankeeda waaqiceeda aad u iskaga yar yahay cilmi faradka kala hal barto alla wuxuu la yusiikumullah ilaahay wuxuu idiin faraaya oo idiin dardaarmaya fi awlaadikum caruurtiina gudaheeda lidhakari midki laba mislu hadhil unsayayn laba dumar ee dhadig laba gabdhood dheeftay qaadanayeen oo kale isku qaadanaya fa in kunna hadee yihiin meedka wuxuu ka tagay nisaa'an gabdho fawqasnatayn laba iyo wixii ka badan falahunna waxay leeyihiin thuluthaa maa taraka meedka wuxuu ka tagay saddex meelood laba meelood bay leeyihiin wa in kaanad hadday ahaatay waaxidatan hal gabar hadday tahayna falaha waxay leedahay annisfu xoolaha saddex laba meelood meel bay leedahay wali abaweyhi labadiisa waalidna meedka dhintay likulli waaxidin kulla arka oo minhumaa labada waalid ka mid ah assudus lix meelood meel bay leeyihiin mimaa taraka wuxuu meydka ka tegay waa goormee waa in kaana hadduu u ahaaday lahu meydka dhintay waladun hadduu farc waaris uu ka tegay waa fa in lam yakun hadduu u ahaanin lahu meydka dhintay waladun farc waaris hadduu ka tegin wa warisahu waxa dhaxlina uu abawaahu labadiisa waalid ee yihiin fali ummihi hooyadii athuluthu saddex meelood meel bay leedahay fa in kaana hadduu u ahaaday lahu meydka dhintay ikhwatun walaalo laba iyo wixii ka badan oo tacaddudeen hadday jiraan fali ummihi hooyadii assudus lix meelood meel bay u guuri halkaasay tagaysaa waa mid aan lahayn habar walad waaysay walad waladkii waaysay walaalo tacadduday waaysay thuluth la way lacatay laakiin wixii inta aan ka in sudus bay aadi min bacdi wasiyatin daardaaran gadaashii kaasoo yuusii la dardaarmaayo bihaa ayada oo ma ahee daynin bacda inqidaa'i daynin daynta intii laga guday meydka ka dambe aabaa'ukum aabayaalkiina iyo waamnaa'ukum caruurtiina laa tadruuna ma ogidiin ayuhum koodii aqrabu u dhowaan badan lakum idinka nafcan nafciga haddaad idinka nila dhihi laha kac wax u kala qaybiya ma aabbahaad u badin lahaydo ma aabbaha iyo wiilkaada hadday isku kaa qabtaan waxaa laga yaabaa inaad tirahdo aabbahay baa idalay xoolihii waanu badini ama ma waxaa laga yaabi lahaa wiilka anaaba dhalay duqan maarta odayga wax caruurta kale iska dhalaalay waxba iima taraaye inaad dhihilay wiilkan u badini macnaha ilaah subxaanahu wa tacaala baa yaqaana maslaxadiina ilaahay baa arrinta ayadahayd kala shaandheeyey waa ee ka warqaba fariidatan waa farad alla uu farad yeelay dhaxalka inuu xoolaha la dhaxlo ama fariidatan waa qadar oo min allaahi alla xaggiisa ka ahaaday in allaaha allana kaana
وحوه هذا عليما الله علم بدنه حكيما الله فلسوبه وصلى الله عليه وسلم.